كيفاش تكرفصوا على بحالك؟ كيفاش عطاتهم قلبهم؟ واش ما عندهمش والديهم؟ ما عندهمش خواتاتهم؟ ما عندهمش عائلاتهم؟ تكرفصوا على بحالك ورماوا راه حشومه وعار، حشومه وعار، حتى نقولوا راه بينا دكاتره في المغرب كيتصرفوا بحال هكا. يقولوا لنا اش داروا ليها؟ عطاوها بيت صورتي وخلاوها خرجات. كيفاش؟ واش ما شفتوش حتى كيفاش دايره؟ قولوا لنا اش درتوا ليها؟ دخلت المراه على رجليها، لي فوتو كلهم كيبينوا بان راه دخلت على رجليها وخرجت معدومه ما كتعرف حتى حاجه، كتاكل ما حتى حاجه. الا بغينا نوكلوا ليها شي حاجه كنطحنوا عليها نديروا لها في السرنج. وصلنا حتى للدرجه في 10 ايام المراه مشات، ما بقات فيها حتى حاجه، ما بقاتش مراه، ولات وحده ميته، راه جوج تاع عميده، راه والو ما كدير حتى حاجه. السلام عليكم، انا سميتي حبيب الله فوزيه، بنت هاد السيده شرف مليكه. هاد السيده عيانه تدير دياليز، عندها لا طونسيون، عندها السكر، دايره لي ستانت في قلبها، وعندها اون بليس الماء ما بين الغشه ديال القلب والقلب. في نهار ثلاث جوج نهار واحد في شهر 11 قالوا لينا في السنتر دياليز باش دير التيست ديال كورونا. دينا هاد الشيخ خليفه ودرنا لها التيست ديال كورونا، قالوا كاينه فيها كورونا. درنا ليها، قالوا غادي يديوها للسقاط باش يديروا ليها السونتر ديالها اللي مسيفتها، باش يديروا ليها سكانير ويديروا ليها غاديو برومونير ويشوفوا اشنو كاين. منين داوها داروا سكانير، داروا لا غاديو، قالوا في كاينين في السكانير حاطين بان هاد السيده خصها تبقى سو سيرفيونس 3 جوغ وتخرج من بوافي. السيده شدوها 10 ايام. هاد السيده ما خصهاش دير الكلوروكين نهائيا، ممنوع دير الكلوروكين. عطاوها الكلوروكين، النهار الاول كانت مزيانه، النهار الثاني بركت عندهم من نهار الاثنين الى الاثنين الثاني، يعني دارت عندهم ويجور. نهار الثلاث كنهضر معها نهار كله، كانت مزيانه. مع الخمسه العشيه بدات كتدهور الحاله ديالها، من تقول لها واحد البره، تقول هذيك البره، بقات كتقول لي بنتي البره حاره، دقتلاتني هاد البره ولسانها تيتقال وذاتها ما بقاتش كتحركها كما كانت. قلت لها انا منتي راه تريتمون هكا صافي، بويسكو لي ميدسان تبعينك ما عندكش مناش تخافي. مع 11 ديال الليل انا باقي كنهضر معها، ديت لها العشاء وجيت انا باقي كنهضر معها، كتقول لي المراه بلاتي بنتي غيتقولها البره. قطعت التليفون شويه من عاود عيطت ما تجاوبنيش، كنعيط ما كتجاوبنيش، عيطت على خواتاتي قلت لهم، قلت لهم راه وقع؟ واش وقع؟ انا راه الحاجه ما تجاوبنيش. عاود منين عيطنا جاوبتنا السيده، قالت لينا اجيو لماماكم راه مكرفسه بزاف. قلت لها اشنو عندها؟ يلاه كنا كنهضروا معها كانت مزيان. قالت لي لا راه جات واحد لانفيرميير ماريا، راه دقات ليها واحد لانجيكسيون في الصباح الكبير، ومن ديك الساعه وهي كتخبط وهي كتغوت. غنقول لك بقيت معها حتى الخمسة الصباح في التليفون، المرأة تتغوت ربي اللي خلقها. والسيدة مدوزة لي التليفون كنسمع فيها، واحد شوية كنسمع الناموسية اللي نعس عليها تهرست على جوج، وهما كيتفرجوا فيها من الكاميرا. صافي تيغ ما كاين لا مراقبة لا حتى حاجة. كيفاش السيدة كتألم الليل كله وتصبحات كلها باراليزي؟ هما ما كاينينش في هاد العالم، ما فهمتش. واش السيده مريضه عندها لي مالادي كرونيك، فاتحه على القلب، تدير مسكينه الدياليز. الصباح منين جاو لقاوها مسكينه في هذيك الحاله، دخلت لي طواليط دارت افي سي، طاحت مسكينه، العرق تبوش عليها، اليد مهرسه منها، واحد الحاله يرثى لها. ملي كتهضر معاهم السيده الاخرى كتقول لهم راه خصها دير الدياليز ولا غادي تموت بحال هذا السيد اللي ديتو دابا، قالت لها اش بقى لها ما تعيش، اصلا كلها امراض خليوها تما. هي ماشي هي اللي غادي تقرر واش تبقى تما ولا تعيش ولا تموت، اعمار بيد الله سبحانه وتعالى. اون بليس هبطت السيده، جابت هذاك شي زغولونط هبطتها كتجري بها باش توصلها للامبيلونس اللي غادا الدياليز ديال الرحمه. قالت لهم لانفيرميير ما غنديهاش للدياليز، السيده ما بقى فيها ما يدار، خليوها الفوق وصافي، ما عندنا ما نديرو ليها حالتها مدهوره، ما عندنا ما نديرو ليها حالتها مدهوره، راه خصها دير الدياليز راه مشارجيه.
مشات الحاجة دياليز تبعوها خوتي بالتمايا. مني بقات السيدة تما قالوا لها صافي انتي غتخرجي من هذا الشامبر، لان ملي غتجي السيدة غدوك برا اخرى وغربطوها. مني مشينا دخلنا لا ريسبسيون عندهم قلنا لهم راه قلتوا لينا هي 3 جوغ شديتوها دي جوغ، يعني تعاملنا بواحد البرود باش نخرجوها. مني خرجناها السيدة مني جبناها فاقدة الوعي، ما كتكلم ما كتاكل ما كتشرب ما كدير حتى حاجة. ما عطاوهاش الدواء ديال لا طونسيون ودارت ABC، ما عطاوهاش الدواء لا زيليكس، ما عطاوهاش الانسولين ديالها، كتاخد بالعادي الدوايا ديال القلب، كتاخد كارديجيك، خرجي لها الكلوروكين، خرجي لها واش هاد الطبيب شاف حالتها اشنو هي، سولها ولا سولنا ولا احنا منين دخلناها قلنا السيدة عندها بالعادي الامراض راه ما خصهاش تاخد الكلوروكين. عطاوها الكلوروكين، هادي هي حالتها. مشات للدياليز، جات جبناها للدار، هزينا عيطنا على جوج ديال لي ميدسان، عندنا لي زوردونونس ديالهم، عندنا اسمائهم. الاول قال لك اودي من الاحسن تشوف كلينيك، والثاني قال لك دايره ABC ومهرسه من يديها، قلب لها يديها قال لها مهرسه من يديها. جبنا لومبيلونس هزيناها للبوليكلينيك ديال درب غلف، داروا لها سكانير وغاديو ديال اليد، سكانير ولا غاديو، خرجوا بين السيده ما عندهم ما يديروا لها حتى باش يقبطوها في بوليكلينيك، ما عندهم ما يديروا لها لان ماشي كونسيونت ما كتعرف حتى حاجه. دابا الا سولتيها قلتي لها شكون هذا او شكون هذا ما تتجاوبش، تبقى تشوف وما كتحلش عينيها، راه مره تحل عينيها يعني تحقق في اللي حداها وما كتشوفوش، مره ما تتحلش عينيها، عينيها كيتنفخوا حتى كيولوا عامرين بالماء. شنو هي هاد البريد كولها ما عرفناش، كون عرفنا غادي لي ميدسان ديالها غيتصرفوا على هذا الاساس، مي حنا ما عرفناش. سولناهم اشنو عطيتوها، قال لك حنا ما منكم الطبيب، فينا هو الطبيب؟ الطبيب ما كاينش. صافي حتى لهنا وحنا ما عرفناش اشنو غنديروا. هاد السيده كتوفى ساعه بعد ساعه، حنايا كنباتوا الليل فايقين والنهار فارقين جالسين حداها، وإلا ما شديتيش لها في يديها ما كتحش بالامان، ودايما من نهار خرجت من نهار الاربعاء اليوم كتوصل 11 ونص تاع الليل المراه كتبدا تغوت، اودي ما تدقوش ليا البرا اودي، وكتغوت وكتقفز تلمو ما تتهضرش، وملي كتهضر كتقول ما تدقوش ليا البرا ما تدقوش ليا البرا ما تدقوش ليا البرا. صافي ديك كيديروا لها كانوا مكرفسين عليها، علاش غيتكرفسوا عليها؟ واش هو اوبيتال باش يداوي الناس ولا اوبيتال باش يتكرفس على الناس؟ ما قادينش على خدمتهم، مشيو يجلسوا في ديورهم، حتى واحد ما قال لهم خدموا، ولكن ما يتكرفسوش على الناس. راه الاف ديال الناس مرادين، مسؤوليه انا كنحملها البوافي كامل، لان هما كلهم كانوا تما بلي زانفيرمي بلي ميدسان، السبت والحد ما كاينش اللي كيقابلهم، ما كاين لا انفيرميير ولا ميدسان، ما كاين حتى حد. النداء ديالنا كنوجهو لسيدنا، لانه هو اللي كيفتح المستشفيات، هو اللي كيعطف على المساكين، هو اللي كيعرف حاله الناس كي دايره وكيحس بها. مي هذا الشيء كله اللي في هذه المستشفيات راه يضحك، والله الا داروا على الضحك.